ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو مش تعملوا لي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، كمان تفعلوا زر الجرس وتوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. الفيديو النهارده ده عن اكياس اللي هو التخزين البطاطين والمفارش، كنت جايباه من محل بحر التخفيض. طبعا انا بواجه مشكله، او كلنا بنواجه مشكله، فكره ان احنا لما بنبقى عايزين نخزن حاجه، سواء مثلا عايزين نطلع الشتوي نشيل الصيفي، عايزين نشيل الصيفي ونطلع الشتوي، بيبقى اوقات عندنا هدوم كتيره. في ناس ممكن تخزن في شنط سفر عادي، في ناس بتخزن في الشنط اللي بتتجاب دي للتخزين، وانا بالفعل جايبه منها. بس في حاجات مثلا بتبقى عايزين ان احنا نضغطها، زي الجاكيتات والبطاطين والحاجات دي كلها، عشان ما تاخدش مساحه كبيره في الدولاب. فانا بتمشى في بحر التخفيض، لقيت الاكياس دي. دي الاكياس اللي هي بتتضغط بيها وبنسحب منها الهواء عشان الحاجه تبقى فيها رقيقه، زي ما انتم شايفين في الشكل كده. الكيس ده انا كنت جايباه، كان بيتباع بخمسة ريال، ده اكبر مقاس موجود فيه. في مقاسات تانية كتير، في يمكن منه 3 او 4 او 5 مقاسات، يعني في مقاسات 110 في 70، وفي 90 في 60، وفي مقاس مش عارفه برضو 60 في 40، في مقاسات كتيره جدا منه. بس انا حبيت اجيب اكبر مقاس عشان يشيل معايا الدفايات والبطاطين الصغيره واللحفه والكلام ده كله. الكامه بتاعته حلوه جدا وتقيله، سهل الفتح والقفل، زي ما انا وريتكم. برضو في هنا الصمام اللي انتوا بتفتحوه وبتحطوا فيه الخرطوم بتاع المكنسه، بيشفط الهواء، حلو جدا وعملي، وانا جربته وانصحكم جدا ان انتوا تجيبوه تجربوه لو انتوا بتدوروا على حاجه زي دي، عشان تحفظ لكم هدومكم وفي نفس الوقت ما تاخدش معاكم مساحه. وبس، شكرا وباي باي.